أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة، حيث نسلط اليوم الضوء على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة في اليوم 57 للحرب، وسط نقص بالمواد الطبية وآليات الإنقاذ ومحاولات التهجير الممنهج للفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل وضع إنساني متدهور وفي ظل الافتقار للمساعدات، في وقت تخوض المقاومة الفلسطينية مفاوضات سياسية توازيا مع اشتباكها على الأرض ضد الاحتلال. سيكون معنا في هذه التغطية ضيوفنا عبر سكايب من بيروت المحامي بالقانون الدولي والناشط الحقوقي الأستاذ طارق شندب، وعبر خدمة زوم من القدس عضوة هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس السيدة رتيبة النتشة، وكذلك من لندن عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المنجد. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه التغطية بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. إذن أبدأ مع الأستاذة رتيبة النتش عضوة هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس معي عبر خدمة زوم. أستاذة رتيبة مرحبا بك، كيف ينظر الفلسطينيون إلى مشاريع تهجيرهم ومشاريع محاولات محو وجودهم على أرض فلسطين من خلال هذا العدوان المجرم على الفلسطينيين من خلال تحطيم البنى التحتية وقتل المدنيين تحت هذه البنى بلا رحمة ولا شفقة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؟ هنا الفلسطينيون كيف ينظرون إلى هذه المشاريع القاتلة لهم والمصرة على قتلهم؟ نعم، أول مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. الشعب الفلسطيني يمر منذ 75 عام في مرحلة من محاولة النكبة المستمرة ومحاولة تهجير مستمرة عن أرضه منذ 75 عام، وهي هذه المجازر مستمرة، أحيانا تكون أكثر شدة ووطأة وأحيانا تكون أكثر نعومة وتهجيرا ناعما، وكل ذلك ضمن صمت المجتمع الدولي وضمن مئات وعشرات القرارات الدولية التي تتحدث عن الحق الفلسطيني التي لم يطبق أي منها حتى اللحظة. انتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عام، شهدت مجازر في بداية تأسيس دولة إسرائيل في سنة 1948 بمحو 52 قرية عن الوجود بشكل كامل، وتهجير نصف الشعب الفلسطيني إلى كافة بقاع الأرض. اليوم نحن نتحدث عن 14 مليون فلسطيني، يقيم فقط 6 مليون منهم على أرض فلسطين التاريخية، بينما باقي الفلسطينيين هم في الشتات وفي بلاد الهجرة بسبب وبفعل النكبة الفلسطينية الأولى وتلاها أيضا النكسة الفلسطينية في سنة 1967. هذه الدروس تعلم منها الفلسطينيين درس مهم جدا، بأنه لا أرض مثل أرض الوطن، وكل بلاد المهجر وكل التهجير المؤقت سيتحول في يوم ما إلى تهجير دائم في ظل هذا الصمت الدولي وعدم وجود عدالة دولية حقيقية تنصف الشعب الفلسطيني، وبالتالي أصبحنا أكثر تمسكاً بأرضنا وأكثر تنبهاً بسياسات التهجير الجمعي والطرد الناعمة التي تمارسها إسرائيل مع زيادة الاستيطان في الضفة الغربية وتجديد الخناق على قطاع غزة. الحرب السادسة على قطاع غزة التي نشهدها اليوم والتي تجاوزت مدتها كل الحروب السابقة، ما هي إلا سيناريو جديد وحلقة جديدة من هذا المسلسل، مسلسل التهجير. وبالتالي أعتقد أن الفلسطيني مدرك تماما بأن لا أرض مثل أرض الوطن، وحتى إن كان سيبدأ من جديد، أن يبدأ من جديد على أرض وطنه أفضل من أن يبدأ من جديد في مكان آخر، وهذا لربما سبب صمود الأسطوري الذي يتحدث عنه العالم في قطاع غزة رغم
القمع وآلات القمع الإسرائيلية ومحاولات الإبادات الجماعية التي ترتكبها في نعم، حق الشعب ابقي الفلسطيني معي في أستاذة رتيبة، قطاع سأعود إليك غزة. مرة أخرى. أستاذ زياد من لندن، زياد المنجد، ضيفي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ زياد. هناك خطة أمريكية لتوحيد غزة والضفة الغربية في ظل الكيان الصهيوني. هناك خطة أمريكية تتحدث عن توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان واحد وهو الكيان الصهيوني الذي يمعن تشريدا وتقتيلا بالشعب الفلسطيني. يا ترى من وجهة نظرك، يعني هل هذه الخطة من مصلحة الشعب الفلسطيني؟ كما نعلم أن هناك فطريا لكل إنسان له الحق في مقاومة أي معتدي وأي محتل وأي مغتصب لأرضه. هذه الخطة الأمريكية بأي منظار تنظر لها؟ بأي إطار تضعها؟ أولا السؤال، لأنني لم أسمع الجزء الأول من السؤال. الجزء الأول أستاذ طارق، عفوا أستاذ زياد، آسف زياد المنجد، سأعيد إليك السؤال. هناك خطة أمريكية لتوحيد غزة والضفة الغربية في ظل كيان واحد وهو الكيان الإسرائيلي المغتصب للأرض. يا ترى هل هذا الأمر يستوي ضمن مصلحة الشعب الفلسطيني كما تدعي هذه الخطة، يعني إنهاء لحماس وإنهاء لحق الفلسطينيين بأرضهم؟ أولا يعني ما يجري في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة بالتحديد هو هولوكوست حقيقي، ويشارك بهذا الهولوكوست كل العالم المتحضر الذي يدعي أنه متحضر ويحافظ على حقوق الإنسان. لا شك أن هنالك من يتحدث الآن عن حل الدولتين ويطالب بحل الدولتين، وخاصة بعد اتفاقية أوسلو كان من المفروض أن تكون هنالك دولتين، ولكن الكيان الصهيوني الغاصب لم يستجب إلى بنود اتفاقية أوسلو. الآن يعود الكلام على تحقيق هذه المشيئة وهو حل الدولتين، ولكن يعني كل المجريات التي تجري على الأرض تدل على أن الكيان الصهيوني يريد إنهاء القضية الفلسطينية كاملة، وهو يعمد، وهناك خطة لتهجير الفلسطينيين. بعكس ما تفضلت أستاذنا، هنالك خطة عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على ثلاث دول، لن أسميها، على ثلاث دول ولتهجير أهل قطاع غزة إليهم وبناء يعني عودة القطاع إلى سلطة الكيان الصهيوني. فهذا أمر يبدو أنه يمشي، وهنالك توافق من الأنظمة الحاكمة في أقطارنا العربية على إنهاء هذه المسألة. حماس الآن عندما بدأت في معركة طوفان الأقصى فتحت جرحا جديدا على هذه الأنظمة التي استكانت للعيش مع الكيان الصهيوني وطبعت وتسير نحو التطبيع. ما بعرف الصوت. نعم أسمع. هنالك نعم أسمع بشكل جيد. نعم. ولذلك يعني هنالك خطط متنوعة تطرح على بساط البحث، منها الخطة التي تكلمت عنها وخطة التهجير التي يحاول الكيان الصهيوني تنفيذها في فلسطين المحتلة لإنهاء القضية الفلسطينية. كل الأمور وكل الخطط التي يعدها العالم من أجل القضية الفلسطينية هي لا تتماشى مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وكلها عبارة عن يعني روافد لدعم خطط الكيان الصهيوني للاستيلاء على كل فلسطين. لذلك صمود أهلنا في غزة رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب في غزة ورغم الخسائر في البنى التحتية والأمور المادية، فصمود أهلنا في غزة هو يعطل هذه
الخطط هناك التي قتلى يعدها. بالمئات يوميا، هناك قتلى بالمئات يوميا، والولايات المتحدة تتحدث عن خطط إما بتهجير أهل غزة أو بضم غزة تحت الكيان الغاصب مع الضفة الغربية. يا ترى بأي منطق تتحدث الولايات المتحدة عن خطط مع استمرار آلة القتل الوحشي على هذا النحو؟ يعني هذه الحرب وهذه هذا الرد الصهيوني وهذا الهولوكوست الصهيوني الذي يمارس ضد أهلنا في غزة يفضح، يعني يفضح ازدواجية وعدم مصداقية العالم الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول أنها مع حقوق الإنسان ومع تطبيق القانون الدولي ومع أخلاقيات وقواعد الحرب. فهذا أمر يعني يفضح هؤلاء القاتلين، هم قاتلون يعني يقتلون البشر بعينهم بعد. ولذلك هنا أقول أن النظام السوري ارتكب جرائم كبرى بحق الشعب السوري، وأن الكيان الصهيوني عندما رأى هذا النظام يمارس القتل ضد شعبه بالبراميل المتفجرة فهو سار على مسيرة النظام السوري واستخدم كل أنواع الأسلحة ضد المدنيين. قواعد القانون الحرب وأخلاق الحرب لا تسمح بقتل المدنيين، لا تسمح بمهاجمة المستشفيات، وكل من هم خارج المقاتلين هم لهم الحصانة. ولكن الكيان الصهيوني يبدو أنه تعود ويعني تعلم من بعض الأنظمة العربية المحيطة في الكيان الصهيوني وتعلم هذه الأساليب، لأنه رأى أن العالم صمت وسيصمت عندما يسير على هذا النحو. هذا العالم الذي يدعي بحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان، ولا أستثني منهم أحدا، الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الأوروبية والمجتمع الغربي قاطبة، هو متماهي مع الصهاينة في قتل الإنسان العربي. ويعني هذا ما يمارسه الصهاينة يدل على نفاق هؤلاء وعدم جديتهم. عندما يكون القانون الدولي مفيدا لهم فيطبقون هذه القواعد، وعندما لا يكون مفيدا لهم ولمصلحة حلفائهم فإنهم يتناسون هذا الأمر ولا يفعلون شيئا على الإطلاق. نعم أستاذ زياد، ابقى معي لو سمحت، ورحب بالأستاذ طارق شندب المحامي وبالقانون الدولي والناشط الحقوقي، ينضم معي عبر سكايب من بيروت. أستاذ طارق، عمليات القتل يرتكبها الكيان الصهيوني بالمئات ضد الفلسطينيين في غزة، أطفال، نساء، شيوخ، رجال، بنى تحتية، تحطيم مستمر، وهناك خطط أمريكية، وهناك شجب من الأم عفوا يعني قلق من الأمم المتحدة. دائما ما تقلق الأمم المتحدة عندما ترى الأطفال يقتلون، ومشاهد القتل والدمار لا تخفى على إنس ولا على جن. الكل يرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم بوضوح، والتي تتشابه إلى حد كبير، ربما تتطابق مع جرائم النظام السوري مثل ما تفضل الأستاذ زياد المنجد. هل يكفي قلق الأمم المتحدة؟ هل نستبشر خيرا بقلقها؟ يعني للأسف ما يجري في غزة هو سقطة كبيرة لما يسمى القانون الدولي ولمنظومة الأمم المتحدة ولكل قواعد الحرب التي يدعونها في بموجب القانون الدولي وغيره. ما رأيناه نفس الأمر في سوريا ونفس الأمر في العراق عندما غزته أمريكا وبريطانيا. للأسف هذه الأمم المتحدة أثبتت منذ تأسيسها حتى اليوم أنها فقط تقلق، قلق أني فقط، لا يمكن أن يقدم أو أن يؤخر شيئا لأي من هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء والرجال والمستشفيات التي تدمر على رؤوس المرضى وعلى رؤوس العجاز الموجودين داخلها. للأسف صحيح هذه الأمم المتحدة التي نشأت على أشلاء الحرب العالمية الثانية
والتي أنشأت هذه الأمم المتحدة دولة ما يسمى الكيان الصهيوني إسرائيل بصورة غير قانونية، ما زال تدفع، ما زال العالم يدفع هذا الثمن، هذا الثمن في تقسيم الدول العربية وفي إنشاء إسرائيل بصورة غير شرعية. هذا الكيان الغاصب الذي ليس له أي حق في بلادنا ولا في أرض فلسطين. أكثر من 100 قرار صدر عن مجلس عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 50 قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي، عن مجلس حقوق الإنسان، يدين الكيان الصهيوني، عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحدود عام 1967 وغيرها. وما زال هذا الكيان يضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات الدولية، لأنه يتمتع بحماية غربية من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من فرنسا، من كل دول الغرب الذين يساندونه جهارا نهارا في ارتكاب المجازر. هم لا يعرفون من القانون الدولي ولا من قانون حقوق الإنسان ولا من ميثاق الأمم المتحدة إلا ما يعني خدمتهم، ولا يعرفونه عند ولا يطبقونه عندما ترتكب هذه الأنظمة مثل إسرائيل ونظام بشار الأسد هذه الجرائم بحق الشعوب العربية والمسلمة. ما نراه اليوم وما رأيناه منذ 50 يوم وحتى اللحظة في فلسطين هي جرائم يندى لها جبين البشرية، جرائم ضد، جرائم حرب بكل ما للكلمة من معنى، جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانية. أكثر من ذلك، ولا يتحرك المجتمع الدولي، وأقصد هنا الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الذي ينظر باستنسابية إلى هذه المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، والذي يتفاخر مسؤولي كل يوم أنهم يطبقون قواعد الإجرام في حماة التي طبقها المجرم حافظ الأسد. صحيح، ما ارتكب في سوريا هو جرائم بشعة جدا، وعندما غاب العقاب عن النظام السوري قام حليفه نتنياهو بنفس الجريمة، وهو أعلن في بداية الحرب على غزة أنه سوف يطبق قواعد حماة التي أنشأها المغبور حافظ الأسد، والتي أباد فيها في حماة عام 1980 أكثر من 50,000 شخص سوري، وأباد مدينة بالكامل دون أن يصور أحدا صورة واحدة أو ينشر تحقيق جدي أو تتم مساءلة المجرم أو المجرمين الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة طلقاء من النظام السوري. إذن استنسابية المجتمع الدولي والنظر إلى الملفات الإسلامية والعربية بعين تختلف عن الملفات الغربية. ما جرى في أوكرانيا، تحرك المجتمع الدولي خلال 24 ساعة، تحركت الجنيات الدولية، أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، وهو يملك حق الفيتو بالأمم المتحدة، لأنهم فقط ينظرون إلى أن الأوكرانيين هم مجتمع غربي. أما في فلسطين، أما في الأرض المحتلة في غزة، ف50 يوم من القصف، من قصف المستشفيات، فقط نرى الأطفال يموتون على الأرض، والعالم فقط يعني لا يستطيع أن يحدث شيء. إذن القانون الدولي لم يصغ إلا لخدمة مصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. 100%. نعم. هذا الجواب. نعم، لو تفضلتم ابقى معي أستاذ طارق، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذة رتيبة، يعني كيف ينظر الفلسطينيون في الضفة الغربية والأراضي المحتلة في فلسطين لخطط واشنطن والاحتلال وسط محاولات كبيرة ومستمرة وهناك إصرار على محو الهوية الفلسطينية؟ أولا، الهوية الفلسطينية غير قابلة للمحو، لأننا شعب حي، شعب حي منذ أكثر من 5,000 عام بشكل غير منقطع على هذه الأرض، ولدينا تواصل تاريخي وحضاري غير منقطع. الولايات المتحدة الأمريكية ليست وصية على الشعب الفلسطيني حتى تقرر مصير الشعب الفلسطيني، مصير الشعوب تقرره الشعوب بأنفسها. نحن بالرغم من كل قمع الاحتلال بكل الممارسات والمؤامرة الغربية المشتركة من كل الدول العظمى تجاه القضية الفلسطينية، ما زال الفلسطيني متمسك بحقه، متمسك به، ولا يخضع لهذه الإبلاءات. حتى عندما قبلنا بالتنازل عن جزء من أرض فلسطين التاريخية مقابل الرضوخ للشرعية الدولية أو ما يدعون بأنه الشرعية الدولية، كان هذا تحدي للعالم بأن نرى إذا فعلا هنالك شرعية دولية قابلة للتحقيق أم لا. نحن قبلنا بالنزول تحت هذه الشرعية الدولية، قبلنا بحل الدولتين، قبلنا بتوقيع اتفاقية أوسلو والتنازل عن 70% من الأرض التاريخية لفلسطين والاعتراف بدولة إسرائيل، مقابل تحدي أمام العالم بأن يحق الحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي فلسطين التاريخية. حتى اللحظة ومنذ 30 عام من توقيع اتفاقية أوسلو حتى اليوم، فشل العالم في إثبات قدرته ونية الحسنة على الأقل، إذا أردنا أن نقول أنها نية حسنة، فيما يدعي بأنه الشرعية الدولية والقانون الدولي في إحقاق الحق الفلسطيني.
بدون الشرعية الدولية أو مع الشرعية الدولية. نحن لا نتنازل عن حقنا كشعب فلسطيني، ما زلنا شعب حي يمتلك ثقافة، يمتلك حضارة، يمتلك ما يشارك به العالم، ومصرين على البقاء على هذه الأرض. نحن أقوى لأننا أصحاب الحق، لربما لا نمتلك ترسانة عسكرية للقيام بها. ولكن مقترحات بلينكن جاء فيها 3 مرات بثلاث مقترحات مختلفة، كان رد القيادة الفلسطينية واضح ومتسق مع رد الشعب ومع الثوابت الواضحة للشعب الفلسطيني، لا للتهجير للشعب الفلسطيني أو الطرد القسري، لا حلول جزئية للقضية الفلسطينية ما لم يكن هنالك دولة فلسطينية كاملة متكاملة على حدود 67 وعاصمتها القدس، ولا تنازل عن حق اللاجئين في العودة. هذه ثوابت فلسطينية نحن لم نتنازل عنها ولن نتنازل عنها. التحدي اليوم كيف تستطيع أمريكا التوفيق بين مصالحها في الشرق الأوسط والحفاظ على استقرار دون حل القضية الفلسطينية التي حاولت إدارة بلينكن وقبله إدارة ترامب تجاهل القضية الفلسطينية وحل عادل للقضية الفلسطينية ومحاولة إيجاد مخارج من خلال اتفاقيات التطبيع العربية والتحالف العسكري العربي الإسرائيلي لمحاولة تجاوز القضية الفلسطينية. واستنتجت في هذه المعركة، في معركة طوفان الأقصى، أنه لا يمكن الحصول على الاستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية. وهذه الثوابت التي يتمسك فيها الشعب الفلسطيني يعني قيادة وشعبا، سواء كانت بالمقاومة المسلحة أو حتى بالمقاومة بكافة أشكالها الأخرى. وبالتالي نحن لسنا عبيد لمقترحات بلينكن أو المجتمع الغربي المتآمر علينا منذ أكثر من 120 عام، منذ وعد بلفور والتي أعطت اليهود الحق بإقامة وطن على وطننا التاريخي فلسطين، وإنما نحن أصحاب حق نحافظ على هذا الحق، والمتغيرات الدولية قادرة على خلق لربما فسحة من الأمل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته يوما ما. أما كشعب فنحن ما زلنا صامدون متمسكين بحقوقنا، لا نقبل بمقترحات بلينكن ولا بمقترحات نتنياهو. ونحن نعلم أن بلينكن ووزير يعني وبايدن أيضا الرئيس الأمريكي هم صهاينة ويتفاخرون بصهيونيتهم ويهوديتهم وانتمائهم إلى هذا الفكر الصهيوني الذي ينوي إبادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا نأخذ يعني مقترحاتهم بمحمل التهديد الجدي ما دمنا متمسكين بحقنا وثوابتنا الوطن. والعالم كله يشهد بالطبع على صمود الشعب الفلسطيني على عشرات السنين، وما معركة طوفان الأقصى إلا يعني دليل آخر مضاف إلى هذا الصمود الشجاع للشعب الفلسطيني الأبرز صمودا من بين كل شعوب الأرض، وهذا الأمر معروف. أستاذ زياد، بالعودة إليكم مرة أخرى، هناك نفاق دولي واضح، هناك نفاق دولي واضح من قبل الدول تجاه ما يجري من جرائم ضد الشعب الفلسطيني يندى لها جبين الإنسانية. هناك تصريحات أيضا من هنا وهناك تصدر، لا سيما لنركز على التصريح الأخير للرئيس ماكرون، تحدث وقال بأنه القضاء على حماس تماما سيؤدي إلى استمرار أو اندلاع حرب على مدى 10 سنوات مقبلة. كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ هل القضاء أو محاولات القضاء على حماس وإنهاء غزة، هذه المحاولات التي لم تنجح، هل باعتقادك ستسبب مشاكل للغرب فيما لو استمرت؟ أولا يعني القضاء على حماس يعني إذا لا سمح الله، وأنا أستبعد هذا الأمر، لأن يعني ما فعلته حماس وما يؤمن به مقاتلو حماس موجود لدى كل مواطن فلسطيني سواء في الضفة أو في 48 أو في قطاع غزة، ولا إذا نجح الكيان الصهيوني لا سمح الله في هذا القضاء في هذا الأمر مرحليا، فإن يعني النفوس الفلسطينية والمواطن الفلسطيني فيه نزعة الثورة وستبقى إلى ما شاء الله. لا يمكن حل القضية إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. لا 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 شك أنه إذا لا سمح الله استطاع الكيان الصهيوني
التأثير على مجرى الحرب في غزة، واستطاع تحقيق بعض أهدافه التي يرسمها ويقول أنه يحاول تحقيقها، وهو القضاء على حماس وملاحقة أفراد حماس في كل العالم وليس في قطاع غزة، إنما من ينتمون إلى حماس ومن يمثلون حماس في كل العالم. الكيان الصهيوني يضع خطط لاغتيالهم والتخلص منهم، ونجاحه في هذا الأمر لا شك أنه قد يؤدي إلى نوع من السكون، ولكن لن ينهي القضية على الإطلاق. كما قلت لك، القضية ستبقى باقية في نفس الشعب الفلسطيني ونفس الشعب العربي. يعني هنا لابد أن أذكر شيئا، أن قلت أن هنالك نفاقا دوليا ونفاقا عربيا من الأنظمة العربية. الشعب العربي كله مع فلسطين ولكن مغيب الإرادة، وبالتالي عندما يتم إزاحة هذه الأنظمة التي نصبها الغرب لحماية الكيان الصهيوني، فسيأخذ الشعب العربي دوره في الدفاع عن قضيته. نقول أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لنا كشعب، ولكن بالنسبة للأنظمة هي عبارة عن قضية للتعايش وللاستمرار في الحكم رغم الشعارات الزائفة التي يرفعونها. إذن لابد من يعني إطلاق إرادة الشعب العربي. القضية الفلسطينية لن تنتهي بانتهاء حماس لا سمح الله، وإذا استكان المقاتلون والشعب الفلسطيني في لفترة ما، ولكن سيبقى هذا الأمر قائما ولن يتخلى الفلسطينيون عن حقهم، ولن يتخلى الشعب العربي إذا ما تحررت إرادته من مؤازرة إخوته الفلسطينيين لتحقيق الحلم العربي بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر. نعم أستاذ زياد، ابقى معي لو سمحت. أستاذ طارق، بالعودة إليك، أنا ترى أن الدول العربية فشلت في فرض رؤيتها بشأن غزة. لنتحدث مثلا على سبيل المثال المجاورة لغزة، الأردن مثلا، مصر مثلا، ما هو وقعها فيما يتعلق بفرض رؤيتها بغزة؟ أم أن الأمر يعني يطغى عليه الفعل الأقوى، وهو يعني أقوى اقتصاديا أو أقوى كتسليح وتسلح؟ يعني للأسف أن يكون معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة والدولة المصرية يخضع لتحكم تام من قبل الصهاينة. يعني غزة تقصف، يقتل الآلاف، لا ماء، لا كهرباء، لا أدوات طبية، لا غذاء، وآلاف الشاحنات والمساعدات تقف عند المعبر تنتظر إذنا. لا أعرف هذه الحدود هي بين غزة ومصر أم بين غزة والكيان الصهيوني. هذا سؤال مهم جدا، وكذلك الأمر يعني بالنسبة للدول الأخرى. يعني باعتقادي، حتى أكون صريح معك في هذا الجواب، كل الدول المحيطة بقطاع بالدولة الفلسطينية المحتلة أو بقطاع غزة لا تملك من الأمر شيء للأسف، لأنها هي دائما تنتظر الأمر الأمريكي. وللأسف هذه هي الحقيقة التي لا يمكن أن نتغاضى عنها، وهي تملك اتفاقيات للأسف مع الصهيوني، وإن كانت هذه الاتفاقيات يعني هي اتفاقيات إخضاع للأمر الواقع. لو كانت الدول العربية كلها جادة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولأهل غزة لكنا رأينا موقفا مختلفا، أقله سحب السفراء، أقله كما فعل الملك فيصل رحمه الله يعني منع إنتاج النفط أو وقف إنتاج النفط أو رفع أسعار النفط. العرب لديهم أسلحة كثيرة يمكن أن يستعملوها، وأنا هنا لا أشمل كل الدول العربية حتى أكون يعني متزن في الحديث ونكون نعطي كل ذي حق حقه، ولكن بمجمل الحال جماعة الدول العربية فشلت فشلا كبيرا. منظمة التعاون الإسلامي كذلك فشلت في نفس الأمر، لم يستطيعوا أن يقدموا أي شيء. لماذا؟ لأن هذه الأنظمة للأسف يعني هي
لا يهمها إلا الكرسي. مصر، من يحكم مصر؟ مصر هي الباب الرئيسي باتجاه غزة، وهي المعبر الوحيد في اتجاه غزة مباشرة. ماذا قدمت؟ لا أتكلم هنا عن الشعب المصري الحي، إنما أتكلم عن رسمية. نعم سيطرة. نعم نعم، الشعب المصري هو شعب حي، والشعوب العربية والشعب الأردني وكل الشعوب العربية. نعم. منذ زمن العراق قام كدولة، قام بقصف الكيان الصهيوني. من يتجرأ على فعل هذا الأمر اليوم؟ لا أحد. وهذا هو يعني مشكلة كبيرة، أن الدول طبعا. العربية محكومة، أو الشعوب العربية محكومة بهذه الأنظمة. طيب. التي لو عدنا باستفتاء كما قال ضيفك الكريم، كل الشعوب العربية والشعوب الحرة والشعوب المسلمة، وأشدد على الشعوب العربية، هي مع الشعب الفلسطيني. طبعا. لو فتحت الحدود حتى من لبنان، لا سطرة. يعني نتحدث أمام هذه الجرائم عن محكمة العدل الدولية، هل هي المكان المناسب لمحاكمة المتسببين أو محاكمة إسرائيل بشكل مباشر، أم أن المحكمة، محكمة العدل الدولية، لا يمكن لها أن تقوم بهذا الفعل، وأنها إن فعلت أو حاولت فإنها تجاوزت الخطوط الحمر؟ نتحدث عن القانون الدولي أو أدوات القانون الدولي أو ما يمكن فعله في إطار المحكمة الدولية. أنت تقصد في سؤالك أخي العزيز محكمة الجنايات الدولية، بالضبط، اللي هي المختصة في محاكمة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، بالضبط، وجرائم الحرب وجرائم العدوان. وبالتالي يقال أن هناك تحقيق بدأ من مكتب المدعي العام للجنايات الدولية، بالرغم من أن دولة إسرائيل غير موقعة على هذه الاتفاقية، ودولة فلسطين الموجودة هي دولة موقعة، بالرغم إشكالية عدم الاعتراف والاعتراف، ولكن مدعي عام المحكمة الجنايات قال أنه بدأ تحقيق جدي، هكذا كان بيانه. ولكن دعني أقول لك أمر أساسي، منذ عام 1948 وحتى اليوم يرتكب الكيان الصهيوني آلاف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي تدخل ضمن اختصاص الجنايات الدولية. بدأت الجنايات الدولية منذ 30 سنة تقريبا، ولكن ماذا فعلت محكمة الجنايات الدولية؟ في حالة، أنا هنا أود أن أقارن مباشرة بين حالة أوكرانيا وحالة فلسطين أو غزة. في حالة أوكرانيا منذ اليوم الثاني أو الثالث تحركت الجنايات الدولية، تحركت المنظمات الأوروبية، تحركت المنظمات القانونية الدولية. نعم. بدأ مدعي عام الجنايات الدولية أصدر مذكرة توقيف بحق بوتين مباشرة. ماذا فعلوا في غزة؟ غزة 50 يوم تقصف، ترتكب فيها آلاف الجرائم، حصار منذ 15 سنة. عن أي تحقيق أصبح العالم أستاذ طارق إن سمحت لي لا يولي على أي قانون دولي أو أي محكمة جنائية دولية، ولكن ربما يكون هناك تعويل على ما يجري على الأرض، وخاصة اسمح لي أن أنتقل للأستاذة رتيبة. أستاذة رتيبة، هناك أوراق ضغط ربما تؤثر في معادلة هذه المعركة ومخرجاتها وما يتم التوصل إليه من مجرياتها، كاتفاقية تبادل الأسرى ما بين أسرى الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين. البعض يقلل من شأن هذه الخطوة، والبعض يرى أنها تمثل نصرا مؤزرا ونصرا واضحا أمام هذه الترسانة العسكرية المتطورة والحديثة للكيان الصهيوني. يا ترى ما مدى أهمية ما جرى من هدنة أو ما جرى من تبادل للأسرى؟ يعني أولاً بخليني أحكي أنه العامل الضاغط الأساسي على كيان الاحتلال الإسرائيلي هو صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ووحدة الصف والحال الفلسطيني، التي حاول الاحتلال من خلال وحشية القصف واستهداف المدنيين أن يعني يفرغ الحاضنة الشعبية للمقاومة وأن يقلب الشعب ضد المقاومة الفلسطينية، ولكن تفاجأ بفشل ذريع جدا بأن كل الشعب الفلسطيني يعطي الشرعية الأولى للمقاومة وهو حاضن لهذه المقاومة، سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وبالتالي هذا كان العامل الضاغط الأكبر على إسرائيل باستمرارها أكثر من 50 يوم في معركة لم تستطع أن تهزم فيها الإرادة الفلسطينية. بالنسبة لموضوع تبادل الأسرى الفلسطينيين، نحن نعلم تاريخيا بأن أزمة تبادل الأسرى في إسرائيل هي دائما
تهز الكيان السياسي وتلعب عامل نفسي كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي. موضوع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وقد خضنا العديد من التجارب في المفاوضات على أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وقد كانت مخرجاتها مزلزلة في المجتمع الإسرائيلي وتهز نفسية الكيان الذي يعتبر نفسه قوة عظمى لا تهزم في منطقة الشرق الأوسط. أن يكون لديه أسرى من قبل مقاومة مسلحة تمتلك إمكانيات بدائية جدا، هذا يهز صورة الصورة العسكرية لهذا الكيان، وأيضا يفتت المجتمع الإسرائيلي الذي مبني على أساس على العقيدة الأمنية. وإذا فشلت الحكومة في تأمين هذه العقيدة الأمنية، فورا هنالك آلاف من الإسرائيليين يقوموا بهالهجرة العكسية خارج إسرائيل نتيجة اهتزاز صورة الأمان. وبالتالي دائما موضوع الأسرى الإسرائيليين هو موضوع وملف حساس جدا، حتى أن إسرائيل في جيشها وضعت قانون اسمه قانون هانيبال، وهو يتحدث عن قتل أي إسرائيلي يقع في يد المقاومة مع المقاومة الذي يمسك به، تجنبا من أن يكون رهينة يمكن التفاوض عليها. وهذا لربما السبب الذي نادت فيه إسرائيل بالاجتياحات البرية لمحاولة تحرير الأسرى وعدم التفاوض معهم حتى لا تدفع أثمانا سياسيا، وعادت بعد شهر من الاجتياح البري للخضوع لشروط المقاومة، وشروط المقاومة بالتفصيل وبتفاصيلها الصغيرة في عملية الهدنة وتسليم الأسرى. ما زلنا نتحدث حتى اللحظة عن هدنة إنسانية مقابل تسليم مدنيين بالأصل لم يكونوا هدف للقوات المقاومة الفلسطينية، ولم نتحدث عن الهدف الأكبر وهو جنرالات الحرب الأمريكيين والإسرائيليين في يد المقاومة الفلسطينية بكل ما يمتلكوه من معلومات ومعرفة. هذا هو الملف الضاغط الأساسي على هيكلية الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تراهن عليها المقاومة الفلسطينية في تحقيق أهداف سياسية مقابل هذه المعركة بالرغم من الخسائر البشرية والمادية الكبيرة جدا. نحن نسعى إلى تبييض السجون مثلا، وهذا ما تحدث عنه الناطق الإعلامي باسم كتائب بكتائب القسام عندما تحدث الكل مقابل الكل، بمعنى أنه يتحدث عن تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين. أكثر من 7000 أسير فلسطيني موجودين في السجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. هذه واحدة من أوراق الضغط الذي تمارسها. أعتقد أن الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية يعرف مكامن الضعف النفسي ويهاجمها بشكل مستمر من خلال خطاباته ومن خلال أوراق الضغط في المفاوضات على موضوع الأسرى والتشدد في وضع قواعد هذه اللعبة. حتى اللحظة هم المتحكمين في قواعد هذه اللعبة بالرغم من فائض القوة وفارق القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. أعتقد هذا الملف، يعني إذا شهدنا قبل 40 عام سنة 83 كان مبادلة 6 أسرى إسرائيليين مقابل 4700 أسير فلسطيني وعربي من سجون الاحتلال، وهذه كانت أكبر صفقة تبادل. في 2011 كان أيضا هنالك صفقة تبادل لجندي واحد له جبعات شليط مقابل أكثر من 1000 فلسطيني تحرروا من السجون الإسرائيلية. بمعنى هذه الأوراق دائما تنجح خلال تجربتنا الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي في 56 عام الماضية، وكانت أوراق ضغط يمكن التعويل عليها من قبل المقاومة لتحقيق أهداف سياسية. اليوم هنالك يعني انقسام كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي وضغط بإسقاط نتنياهو وحكومة نتنياهو نتيجة تعاطيه مع ملف الأسرى، وفشلوا حتى اللحظة في التوصل إلى تسوية يستطيع من خلالها تحرير الأسرى، سواء كان هذه التسوية سياسية أو حتى بفرض القوة من خلال تحرير الأسرى عسكريا. فهو فشل في المجالين السياسي والعسكري. أعتقد أن نتنياهو صاغرا خلال أيام قليلة جدا سيعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على الأسرى العسكريين والجنود، وبالتالي في يد أيضا نتساءل عن تكون الأثمان كما تريدها المقاومة إن شاء الله بتبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين. أبقى معي أستاذ رتيبة، ما المطلوب اليوم أستاذ زياد من القيادات الفلسطينية وخاصة في لا سيما في غزة في ظل يعني ضغط الاحتلال
لجعل وقف إطلاق النار غاية وليس هناك أي تحقيق لمكاسب على الأرض؟ ما المطلوب الآن من القيادات الفلسطينية من وجهة نظرك؟ المطلوب طبعا استمرار يعني القتال ضد الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان أن يعني يستعمل كل الأساليب للضغط على القيادات، والخسائر الجسيمة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني قد يرى بأن الكيان الصهيوني بأن هذه الخسائر قد تضطر قيادات المقاومة الفلسطينية إلى طلب وقف إطلاق النار، ولكن طلب وقف إطلاق النار يعني بشكل يرضي الكيان الصهيوني هو نهاية للمقاومة الفلسطينية. لذلك الإصرار على الاستمرار، يعني وجدنا ومن خلال تسلم الأسرى وجدنا أن هنالك اندفاعا شعبيا رغم الخسائر ورغم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني من جراء المحرقة الصهيونية، وجدنا تفاعلا و يعني مع المقاتلين الفلسطينيين الذين يعني يضحون بحياتهم وبكل ما لديهم من أجل استمرار هذه المعركة لتحقيق النصر. لذلك يعني الاستمرار وعدم الإصغاء للكيان الصهيوني وقبول شروطه لوقف إطلاق النار هو الشيء الوحيد الذي يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تستمر وتحقق أهدافها. الكيان الصهيوني صدقني لن يستمر ولا يقوى على دفع الخسائر التي تكبدها، هو في 50 يوما دفع يعني خسائر بشرية لم يدفعها في كل حروبه مع الأقطار العربية، وهو خلال 56 يوما لم يستطع دخول بضعة مئات من الكيلومترات، بينما في 6 أيام احتل سيناء كاملة والجولان وقطاع غزة. إذن هنالك صمودا، هذا الصمود مطلوب استمراره من الأخوة الفلسطينيين رغم التضحيات. لا يوجد أمامنا شيء واحد إلا أن نقبل بالتضحيات من أجل استمرار قضيتنا. إذا قبلنا ويعني قبلنا بشروط الكيان الصهيوني فستنتهي القضية وسيبدأ هذا الكيان بترحيل القيادات الفلسطينية المقاومة من القطاع ويحاول إنهاء هذا الوضع كما هي الخطط التي يضعونها من أجل ترحيل سكان القطاع إلى كل الأقطار العربية الثلاثة اللي هي مصر والأردن والعراق، هكذا الخطط. لذلك رفض هذه الخطط واستمرار المقاومة هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل القضية الفلسطينية مستمرة. نعم، شكرا أستاذ زياد. أستاذ طارق، يعني وسط هذه المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بكل وحشية، وخاصة يعني لا نقول خاصة وإنما ما حدث على سبيل المثال أخيرا في مخيم جباليا، المجتمع الدولي الآن متهم بأنه لم يكن حازما في وضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. يا ترى ماذا على المحامين الدوليين أو المحامين العرب فعله تجاه هذه الجرائم؟ جدا. أولا يعني هناك تحركات بالرغم من عدم إيماننا المطلق وحتى النسبي يعني بمبدأ الجنايات الدولية، محكمة الجنايات الدولية، إلا أننا لا مجال لنا كقانونيين إلا أن نلجأ إلى الطرق القانونية المتاحة، سواء الادعاء أمام محكمة الجنايات الدولية أو أمام المحاكم الأخرى المختصة. وأنا من هنا أدعو إلى تفعيل محكمة الجنائية العربية المنصوص عنها بموجب اتفاق إنشاء جامعة الدول العربية، وأدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء محكمة جنائية إسلامية
لمعالجة مثل هذه القضايا. هذا أولا. الموضوع الثاني موضوع التوثيق، موضوع التوثيق للجرائم الاحتلال، هذا موضوع مهم جدا ويقوم به عدد من الفرق القانونية الداخل الموجودة في داخل غزة وفلسطين محتلة أو الموجودين في الخارج يتعاونون مع أطراف داخلية. ثالثا موضوع المحامين العرب، للأسف هناك انقسام، ولكن هناك تحرك مهم جدا للاتحاد الدولي للحقوقيين مركزه في اسطنبول، هناك تحرك قانوني مهم جدا لنقابة المحامين الثانية في اسطنبول حيث ذهبوا إلى الجنايات الدولية كما فعلت الاتحاد الدولي للحقوقيين وتقدموا بمراجعة وشكوى أمام مكتب المدعي العام. هناك تحرك كذلك للقانونيين في فرنسا، فريق قانوني كبير، هناك تحرك كثير لمنظمات قانونية كبرى تقوم بهذا الجهد، ولكن القرار هو قرار للأسف قرار سياسي بالرغم من أن مدعي عام الجناية الدولية أعلن أنه سوف أو ينظر مكتب المدعي العام ينظرون في هذه الجرائم التي لا تحتاج إلى الكثير من النظر بالنسبة لوحشيتها وثبوتها، وبخاصة أن الطواقم الإعلامية تنقل مباشرة وتوثق هذا الإعلام، وأن قادة العدو الصهيوني يعترفون بقصف المستشفيات وقصف الأطفال وقصف المدارس وقصف أماكن دور العبادة وتدمير البنى التحتية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يعلن عنه يوميا، وهذا ما نراه يوميا في كل لحظة على شاشات التلفزة. التحرك القانوني مهم جدا، يعمل بوتيرة مرتفعة كل يوم، ولكن يجب أن يكون هناك تلاقي من قبل الجنايات الدولية وتلاقي من قبل المحاكم الأخرى المختصة أمام هذا الواقع الأليم والمرير وأمام هذه الجرائم التي ترتكب كل لحظة بحق أطفال وشعب غزة. شكرا طارق لكم. في أقل من دقيقة أستاذ رتيبة، ما الذي تقولينه بشأن صمود الفلسطينيين؟ هل سيستمر هذا الصمود رغم القتل وآلة الوحش الآلة الوحشية آلة القتل الوحشية الكيان الصهيوني؟ خلق الإنسان من ترابين، التراب الذي ولد عليه والتراب الذي يموت عليه. الفلسطيني خلق من تراب واحد هو تراب فلسطين. سنبقى متمسكين في حقنا ونحن أصحاب الحق وإيمان في هذا الحق وإيماننا بأن ربنا اختارنا لنكون أهل الرباط من أجل هذه المهمة حتى يوم الدين، تبقينا دائما أقوياء، وسنستمر في الدفاع عن حقوقنا الفلسطينية حتى تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شكرا جزيلا أستاذة رتيبة نيتشا عضوة هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس، كنت معنا عبر خدمة زوم من القدس. وشكرا لكم أستاذ طارق شندب الناشط في حقوق الإنسان والمحامي محامي في القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب من بيروت. وشكرا جزيلا أستاذ زياد المنجد الصحفي والإعلامي السوري، كنت معنا عبر سكايب من لندن. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى تغطيات أخرى، في أمان الله.